ملوك التحديات وصلوا يا ابو عمو. النهارده بقى شباب عندنا تحدي بناء مختلف تماما عن اي تحدي انت شفته قبل كده. شفت انت ممكن تكون شفت تحدي بناء ماكدونالدز، تحدي بناء مطعم عبيط كده، تحدي بناء لمنزل، انما مش اي منزل هيبني النهارده، منزل اسطوري، تحدي بناء منزل ما اتبناش قد كده، يعني مش اي مربع يكون منزل وخلاص، مش اي مربع يتعمل له باب يكون منزل، لا 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 ابو عمو مفيش الكلام ده، احنا عايزين بيت يكون بيت اسطوري. شايف الرصه، شايف الرصه دي ده دول اللي عندنا في بيت اسطوري هيحصل. فتاكد تنزل تعمل لايك تشترك في القناه وتفعل الجرس. انت بتطبل اخويا 5 جنيه زياده حبيبي بس لا مش كده، لا مش كده، لا مش هيفاء وقف بتصور معايا يا اخواتي هيفاء. A few moments later. فيلا بينا نبدا التحدي يا ابو عمو. دلوقتي انا جاهز ابني بيت حرفيا اسطوري. كان في زمان كده شفت صوره لبيت، بص كلمه اسطوره دي قليله عليه، وانا متاكد بنسبه 60% ان انا هكسب، يعني 60% دي اللي هو اكتر من 50% ان انا هكسبهم الاثنين. فهتلاقي القناه الجديده في الديسكربشن لما تخلص المقطع ده لحد اخره، اتمنى تروح انك تشترك وتفعل زر الجرس عشان نوصل 10000 مشترك. فربط نجهز بقى البلوكات اللي احنا نستخدمها. بص انا هستخدم حاجات بسيطه، مش هستخدم بس بقى إيه؟ كوارتز وجمدان ده، عايز ايه بقول لك ايه بس، ما هو دي حاول تعمل البيت بتاعك كويس، يعني مش كل ما هكسبك يعني عيب. حبيبي تكسب مين يا حبيبي؟ تكسب مين؟ محتاجه راجل، محتاجه وكل طب اجل يعني انت مش هتكسب؟ ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ ماشي كسب جمال، كسب جمال، ماشي احنا جايين 200 جنيه ماشي خلصان، في خصم 5 جنيه تعالى. بقول لك ايه؟ هفقشك بالبيت. بيت؟ بيت احنا هيبدأ. ايه ده؟ ايه ده؟ ايوه سيب يا والله الفكره دي رايقه، حلو حلو حلو، انا هعمل دي بدايه، دي بدايه البيت بتاعي يا عم. امشي ما تغش يا جدعان، شايفين بيغش ازاي يا جدعان؟ بيغش ازاي؟ ايه ده؟ دي البدايه عادي، ده لسه انا بس خدت اول فكره عشان عجبتني بصراحه يا ابني. ايزي اقول لك يا بس احنا هنبطلها لحد ما نبطلها. ايوه ايوه، اذا كنت انت اللي بتقول الكلام ده فانا مصدقك، مع انك عبيط بس مصدقك. ايه بس هنخلي البيت طويل شويتين عشان خاطر انا بحب بيتي يكون طويل. نفتح البيت شويه، يعني هو مش هيكون كده، يعني مش هيكون صغير، مش هو يستوي يعمل بيته صغير. عايز بس ادور كام بلوك عشان اخد زي من الناحيه الثانيه. 1 2 اوكي 3 ايه ده؟ ايه ده؟ انا يا اسطى قاعد لك 5 6 7 لا لا انا بعرف اعد، انا بعرف اعد، انا مش تدعم 8 1 بس 2 3 4 5 6 7 وفي واحده الناحيه الثانيه يبقى كده 8. ارغي ارغي ابني لي بيت يا اسطى. ايه؟ ابني لي بيت ايه ده منك؟ ما عندكش ايد؟ بص احسن طيب. بيت احسن بيت هنبنيه النهارده، وهي الناس تقول في الكومنتات ان ده احسن بيت بجد. هتعزمه؟ لا اعزمه ايه؟ انا لا اكل، اعزمه ايه؟ مش الكلام ده، انا هعمل معاه حاجه حلوه هتعجبك. ايه؟ هعمل معاك حاجه حلوه هتعجبك. لا مش عايز يا ابني حاجه حلوه. هتدي له طفي؟ لا هناخد البيت ده ويكون يحطه في المدينه. يلا يا عم طيب ماشي، مبدئيا كده هجهز الكوماند عشان هكون كسب. والله العظيم عملت، والله دي بدايه بيت اقسم بالله انا ما شفتش زيها على اليوتيوب. انا كنت بهزر. ايه؟ اطلع كده فوق، دي فلاشه. فلاشه ايه يالا؟ يطلع فوق كده بس شوفها يا ابني. ولا امشي ما تبصش عليا يالا. بس اقول لك على حاجه. ايه؟ اما ممكن تصدمك، انا اصلا ما ادري انا ببني البيت ده، مش من اليوتيوب، مش بتفرج على اليوتيوب ولا اي حاجه. تك ايه؟ ما تجيش دور اجانب يا سيف. هو انا بلعب بالتليفون ما بحلفش. اوكي طول البيت مناسب جدا. عايز بقى ان انا اغير شكل البلوكات من جوه، يعني فاهم انت اللي هو السقف يكون بالبلوكات البني. انا ببني بيت يا اسطى حبا فيك. حبا فيك يبقى بيت زي الزفت. لا 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 لا، انت عارف انا ببني بيت عامل ازاي؟ ايوه عامل ازاي؟ ببني وشك. ببني وشي؟ اه. لو طلع وحش قرب خلصانه. ده في علقه موب، انا نازل مدينه نصر بكره. يا عم تعال تعال انت عايز تضرب بقى. عارف لما المقطع ده وصل 2000 لايك يا سيف؟ لما جاش ايه؟ لما المقطع ده وصل 2000 لايك باذن الله هصور فيديو انا بضربك. هتعرف بس ايه ده؟ بقول لك ايه؟ بس انا جت لي فكره. ايوه مش انت بكره جاي مدريد نص؟ ايوه لو الفيديو ده جاب 3000 لايك هتاكل تشيز. لا 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 2 3 سنه بس، عندي كام بركه دول؟ 1 2 3 لا 4 5 6 7 اوكي؟ هنا يا نهار اسوخ، هنا في كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 نسيب من هنا 2 ونسيب من الناحيه الثانيه 2 يبقى إيه انا انت مش حاسس بحاجه؟ يهوي كفايه ميه، كفايه ميه عشان انا همسكك عجينه يا ابني. ده انا بحدد بس عليك بلالين يا ابني، انت بتلايق لي الدنيا بطل عطا. انا هعجنكم دلوقتي والله. تعرف الكسبان في التحدي ده يا جدعان؟ خلاص المستوى اتحسن، خلاص المستوى خلاص يا جماعه، مش محتاج اتكلم كتير عن نفسي. بسم الله. الثقه اللي انت بتتكلم بيها دي يا حبيبي، الثقه دي لان انا بجد بعمل حاجه ما عملتهاش قبل كده، واعتقد ما فيش حد في اليوتيوب عملها، والله بعملها من دماغي وهتبقى حاجه جامده.
يبقى حاجه زي الزيت. لا 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 موضوع الوالدين تبقى حاجه جامده والله. انا حاسس. فاتمنى الناس اللي كمل المقطع ده كمل المقطع لحد اخره لاجيبك. بص هجيبك. بس انت بتحس يا اسطى؟ اه يا اسطى انت بتحس؟ لا كده انا كنت عارف اصلا انت بتحسش. تعبان من الفورق يا سنجل. يعني احنا بنتاسف على الصوت اللي انت سمعتوه. ايه ده؟ انت بتقول ايه يا اسطى؟ ايه انت بتقول ده يا اسطى؟ لسه مستوعب؟ اه ما توقعتهاش منك الصراحه. احنا سيبنا واحد اربعه واحد اثنين. انا اصلا عارف ان انت خنزير يعني مش محتاج ده. دي هتقول لي بقى سكه البيت ده اي حد ممكن يعمله. بس لا لا من ويكز تيوب الموضوع مختلف تماما. بص 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 احط لك ايه. بص بص البلوكه دي. بص شايف بلوك شكلها اخضر بيلمع ازاي؟ يلا بلوكه الشجره اسمها ايه يلا؟ ليفز. انت مالك انت؟ سالتك انت؟ بتسال انت مالك انت؟ انا بسال بسال انت بسال بقه بسال بقه انت مالك؟ يا عم اللي ساق كلب داخل الجنه. ايه ده؟ اللي ساق كلب؟ انت كلب؟ لا ما بفيدك فاكيد اللي فات كلب ودك ده. طب انت بتقرب وداني انت بتقول ايه انت يا عم؟ فاهم ما شافش حاجه. دي نتيجه التصوير بالليل. اه دي نتيجه التصوير من غير فطار. اه احنا طب والله يا جماعه والله يا جماعه انا فنان بجد. انا مش بوهم نفسي او مش بتكلم عن نفسي كتير. لا بس انا فنان. ارغي تعالى اوريك حاجه. ارغي شايف بس من اللي في ايدي. ايه بس ايه؟ بص انا عايزك تشوف دلوقتي. يا اسطى امشي امشي. ما تبص ما تجيش لو جيت هنا تاني هتبقى انت مطرود بره التحدي. لا خلاص انا قلت لك اهو ما ينفعش تبص على البرنامج بتاعي غير لما اخلصه. يا عم ماشي ده ما ينفعنيش. بس لو انت جيت وبصيت تزعل. انا هاجي عادي انما انت ما تجيش. ايه ده؟ هو كده ده ظلم. ايوه مش عاجبك؟ اه مش عاجبني. شد في حاجه. عايز ايه؟ ارجي ارجي. بص انا حرفيا قربت افنش يعني. انا قربت افنش. عرفت فين شايفين البيت اصلا يا ابني. خلاص خلاص انا اهم حاجه الارض. اهم حاجه بص اهم من البيت الاساس. اهم من الاساس البيت. ايوه بس انت ما قلتش احنا عايزين اساس. انت لا يا حبيبي هو في بيت بيكون من غير اساس؟ انت عبيط يالا يا عم. انت عبيط ولا انت عبيط يالا؟ ايدك جنبك ولا ايدك جنبك ولا؟ معاش فلوس انك تجيب اساس. ناس معاش فلوس تجيب اساس. تعالى معفنك. معاش فلوس فقيره. فقيره انت اصلا معاك فلوس تجيب اساس؟ لا ولا بص بقى بس. بص بقى في حوار هيحصل دلوقتي. في حوار هيحصل دلوقتي. ليفز يا عيني يا عيني. ما تيجي نروح نسال بنك في الحقيقه. هذا من مدينه نصر وانا ما اعرفوش وهو اول مره يصور معايا. يا ابو ليس ايش ده والله. انت عايز تحبسني يا اسطى؟ بس بقول لك وانا عملت بطء بيت من غير حمام عادي. بيت من غير حمام بروح احمي حمام الجاي. لا انا عملت جواب السين فممكن نصف في البسين. لا يروح يحفر حفره كده جنب البيت. اعوذ بالله على القرف. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ انت مع نفسك انا في اقوى بنك. اه يا اسطى وما دفيت وانت جنبي. يا اخي انت عملت في المايه. مش انا يا اسطى. انت يا اسطى. انت هتكذب على الناس؟ انت يا اسطى مش انا. في غيرك يعملها؟ يا اسطى كان في ناس كتير كان يا جنبنا. يا اسطى مالي بس ما حدش يعملها غيرك الحركه دي. ما حدش يعملها غيرك. يا عم انا عارف انا عارف الحركات دي. سيب بس اللي عملها. طب ممكن تبقى انت. لا انا عيب ولا ده جنبك ولا ده جنبك ولا بس يبقى انت يا جدعان. شاهدوا بدي احب باسم. شاهدوا بدي احب باسم. ايه الله يخرب بيه. بس انا لسه هاخد الحته دي وانزلها عندي على اليوتيوب. تمام هو انا شاهدوا فضيحه جوز ديو. يا اسطى انا اصلا عملت دي ليه يا اسطى؟ ايه الغباء بتاعي ده؟ خد دي بقى تبقى الجنينه. انت اول مره تعرف ان انت غبي؟ اه ايه غريب. ايوه في حد يعرف انت عبيط يالا؟ انت عبيط؟ اه ايه ده؟ حاسس ان عندي بتخم والله مش متاكد. اللي هلاقيه يستخدم وورلد ايديت احط الاكس في ودانه. ليك انت اللي بتستخدم وورلد ايديت اصلا. في واحد تقريبا كده هياخد علقه موت. انا بصيت بص عليه تقريبا يعني مش اكيد بس هو هياخد علقه موت. مش انا مش انا لما اشوف مدينه نصر. يا عم مش انا ما استخدمتش والله. مش انت مش يعني مش وورلد ايديت. دي حاجه ثانيه. يا في ناس فوق اتفرج. ده انا حكي حكي واسناني دي. ده انا قصه بنيت بيت. اه بنيت مناخيري. انا خدت بالي. دي مش مناخيرك يا اسطى. ده انا بنيت وشك. ايوه ولا مناخيري كبيره؟ ايوه 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 قصان. بص هو تقريبا البيت فيه متاهه. ثانيه ثانيه عشان ايه؟ ثانيه في حاجه. انت بصيت على بيتي صح؟ يا اسطى لا يا اسطى عيب يا اسطى. امال عرفت منين؟ بتتوقع؟ طب انا قاعد. عيب يا اسطى. انا قاعد يعني انا قاعد دي يعني ايه؟
انا لازم استنى بقى عشان ايه تجننتني على فكرة. طيب لسه عشان خاطر في حوار واللي اتقلب دلوقتي انا نسيته وحطيت ديرت هنا المفروض ما كنتش احط. ثواني عايزين بقى نحط المكان ده كله يتملي ميه، نملى المكان الجامد ده كله. ولا تعمل ايه يالا؟ ايه تعمل ايه قاعد يالا؟ شوية كده امشي يالا. حاجة ايه ده؟ طب اهو انا بقى هنحط ازاز هنا بقى عشان في عظمة هتحصل دلوقتي. يا انزل يا مدلع عيني يا عيني، لو كسرت حاجة حطها بس. تاني هو مدة عشان التحدي فوت تبقى قد ايه؟ مدة التحدي 4 ساعات. ايه هو فين وصل الواحد ابني ايه يا اسطى؟ في واحد كسر لي الازاز بتاعي، ما تزعلش من اللي هيحصل لك. يا ستي ليه كده يا ستي؟ انا بقول لك اهو، انا بقول لك انت مش صيف، هو ما انا انت تزعلش مالي؟ من اللي هيحصل لك. ما خلصانة يا بتعرف. زميل؟ ما بعرفش. ايوه خلصانة. يا عم بس ما تشوف يا عم انت ناس انت جايبهم معاك دول. يا جدعان نتأسف لكم ان المايه مليون على صوت اللي انتوا سامعينه دلوقتي. بص برضه ما جبتش جنب حاجه. عادي دي بس عشان طب خاطر انت تتعلم الادب. هتنام دلوقتي اخر من البيت بتاعك؟ تخرج من ده انت قلبك ميت. لا مش اي حد قلبك مات حرفيا، انت مش اي حد لو يقول الكلام قلبك ده مات ما يكونش عندك يا تليفون. جماعه. ده طبعا واحد عنده 10 سنين ما انا عارف. مش قلبه مات. نخلص بس الخشب ده بس عشان ما ايه وقت الفيديو ما يكونش انا عايز طويل اقول لك عليكم حاجه. وجاي لكم. هو انا تقريبا كده ابتديت افنش، حطيت الميه اخدت مني وقت كبير جدا. بص الميه قعدت جرد للميه هنا وباكت ميه هنا وباكت ميه هنا وباكت ميه هنا، خلاص تعبت من ام الميه اللي انا كل شويه اجيبها واحطها. بص بقى ده شكل البيت من جوه، شكله خشب بس يعني هو مش اجمل حاجه، يعني شكله خشب مش اجمل حاجه، بس انا بحب البيوت اللي هي بتكون بسيطه دي شكلها. بص من بره، بص من بعيد كده، بص من بعيد كده. ولسه ما خلصش بقى يا باشا، لسه ما خلصش يعني احنا لسه كده ما عملناش اي حاجه، دي البدايه بس. دي احنا كده بنسخن، عايزين بقى نعمل ايه؟ صف كمان لك هنا بس ارغي. ايزي هو ايه اللي ايزي يا ابني؟ يا ابني انا الكسبان يا ابني. عبيط انا كسبان يا ابني، انا كسبان، انا كسبان، انا ويجز يو يا ويجز. عم ماشي اخوي باسمك ماشي. ايوه طبيعي يا ابني. قول لي اقول لك لما نخلص. لا مش عايز اعرف يا عم، هقول لك انا يا عم. يا عم لا يا عم انا عايز اقول لك، لا اله الا الله، مش انت عايز بتقول تعرف. غصب عني. ايوه هقول لك، انا هقول لك وانت اسمك. بص بقى العظمة، بص العظمة اللي بتحصل ايزي يا عيني يا عيني يا لهوي. بص انا محتاج بقى اغنية حماسية كده تشتغل عشان خاطر بقى ايه جون سين ده كان من بقك. ده ايه؟ ده كان ايوه من كانت بقك؟ اغنية حماسية. ده كان من بقك اللي انت قلته؟ اه والله انا بس عمري متأكد متأكد. بس كان بيعمل بيت فخس. ميت بوكس ايوه بوكس عليك. انت بتشتمني؟ لا بقول لك بيت بوكس طب عليك. انت عارف يا باسم ان في قانون يا اسطى اللي بيتعرض على طفل ليه 600,000 جنيه؟ ايه بيتعلق على طفل؟ اه هو انت طفل؟ اه اهو اعترف على نفسه بنفس ذات نفسه. دلوقتي بقى طفل هناك. لا انت طفل. في انا اشهد الناس، اشهد الناس، واحد عنده 10 سنين يبقى ايه؟ طفل؟ طفلة الحشر. طفل يا باسم. طفل بتاع الشاي. انت ليه؟ اجده ميت واجده ميت، هخاف من ايه؟ بص بقى، بص بقى الدور التاني بقى ده. هرم مصر، هرم مصر جامد. مش حنين حسين ده هرم مصر اللي هو بتاع الاهرامات. بس ايه؟ اسمه ده الفراعنه لو شاف مصر على مصر دوت هيموتوا تاني. ايه يا اسطى؟ الفراعنه بقول لك لو شافوا الهرم دوت هيموتوا تاني. هيموت ايه ده؟ هيصحوا يموتوا تاني يعني؟ اه عادي يا هيموتوا عم. هيشوفوا هيتدفوا على وجهه. على ان انا متاكد ان البيت بتاعنا اللي هنبص. اجديه ايه؟ فايز، اجديه فايز، واجديه فايز. لا فايز اله علاء الا الله. المذيع. انت بس ايه انت مش حالك؟ جاي ايه؟ انت عايز ايه؟ ايه؟ ايه انت؟ ايه؟ ايه انت؟ ايه؟ ايه؟ دي البداية. البداية فعلا. بقى نقفل هنا. يا عيني يا يا كام يا لهوي. كام ايه ده؟ يا ما في حد لهوي. قايم المكان بتاعي. خرم المكان بتاعك. اللي يتخرم منه مكانه ما يبقاش راجل. لو عملت حاجة يا صيف. بس لا بس حلو حلو. لا والله غير فايل. بس ده بقى شكله حلو والله. بس يا ابني انا اللي عامله طبيعي يحب يكون شكله حلو. شكله وحش يعني يا راجل. ايدك الوحش القرف ده. انت يا ابني، انت يا ابني منقسم الشخصية. عندك زعبولة في ال ايه ده؟ صرصار؟ صرصار. خلصت خلاص شكل البيت ناقص الأساس. يا لهوي على الجمال، انا هاخد البيت ده اقعد فيه الحقيقة. ايه؟ نبص بص بس الحقيقة؟ كده عند الراجل اللي وقف بناء ده، الراجل الرايق ده. ايه ده؟
انا اخش البيت اعمل حمام وانام، يعني مفيش مكان اقعد اكل فيه. حلو ايه يا عم حلو دي، جامد صح؟ هو جامد يعني، هو بتاعك جامد، فهو انت جامد عارف ازاي؟ عارف مستعان حل. شكل السكن بتاعي، ف وكمان عامل لي ضفاير. لا لا لا، ده صبايك. سبايك ايوه الولد عامل لي سبايك، بيستهزأ بيا انا بس عشان انا انت كده. انت لو عملت حاجة ده انا هبندك بيتك دلوقتي، هيتخرم. انا بس عايز بس اظبط اساس. الحق اخرب البيت قبل ما يفندني. شوف ندك، لا لا اساس. بص انا مش عامل اساس كتير عشان ما اطولش عليكم في وقت الفيديو، بس بص دي البدايه. راح ابص على بيت صيف. ايه الاساس اللي زي الزفت ده؟ هو ايه ده يا اللي انت عامله ده؟ ايه بس؟ انت عامل البيت ده بدماغك؟ والله انت عندك دماغ يا اسطى؟ اه بص هو مبدئيا كده يعني، مبدئيا هو سؤال والله. سيبك المفروض عشان كنت بظبط حاجه بس لسه بص 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 بص، لا لا، المهم ايه، وانت نازل على السلم كده اكن راح الحمام، اكنك نازل بتتكرم، نازل عشان تقعد هنا يعني، نازل سلم النجاح عشان تنزل تقعد هنا. ايه يا ابني القرف اللي انت عامله ده يا ابني؟ بس انا هقيم، بس خلصان انا هقيم البيت الزباله اللي انت عامله ده. بص لا، انت بص، انت بص هنا، بص 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 بص، سين سبعة وبتاع. من عشرة اللي ايه بقى عامله، تقييم انا غير تقييم الناس في الكومنتات، 4 من 10. يا ابني انت اصلا مالكش رأي. تقييم انا بقى البيت بتاعي 9 من 10، وفي ناس تقول في الكومنتات. فتك يا شباب انتوا 19 التقديم لايك ده في الزر، وتعملوا لايك تشيركوا في القناه، فعلوا الجرس. بص هتعمل ازاي جامد، دي عليها انما جامد. لا بص بقول لك ايه، كيوت بقول لك يا باسم.